مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج تصفيات أمم أفريقيا 2025. حان الآن موعد الحديث عن منتخب مصر، حان الآن الالتفاف حول منتخب مصر والتكاتف من أجل تحقيق الحلم. مستهل المشوار، باقي 72 ساعة على ضربة البداية بالنسبة لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. البداية ستكون أمام منتخب ليس بالسهل بكل تأكيد، وهو منتخب كاب فيردي أو الرأس الأخضر اللي سبق لنا مواجهته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، واللي بيثبت مقولة إن الخارطة في الكرة الأفريقية تغيرت كثيرا وأصبح هناك قوى عظمى غير القوى المعتادة أو الأسماء التقليدية والكلاسيكية اللي اعتدنا عليها طوال متابعتنا في تاريخ الكرة الأفريقية. لكن تبقى مصر، تبقى الفراعنة، مهما كان الغياب ومهما كان البعد عن منصة التتويج خلال السنوات الماضية، يبقى لاسم مصر الريادة في الكرة الأفريقية. بإذن الله مستهل المشوار هيكون ضربة بداية موفقة لمنتخبنا تحت قيادة العميد حسام حسن علشان يتحقق المشوار أو نصف المشوار، الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية، ثم بإذن الله نصف المشوار الثاني وهو تحقيق الحلم بالصعود إلى منصة التتويج في المغرب 2025. خطى على خطى العميد، الجماهير في انتظار مشوار موفق بإذن الله في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. أما تصفيات أمم إفريقيا 2025 فهو اسم البرنامج اللي بدأناه مع حضراتكم بالأمس ونستمر مع حضراتكم من خلاله في طوال فترة التوقف الدولي وحتى موعد المباراة الثانية لمنتخبنا بإذن الله يوم الثلاثاء القادم اللي هتكون أمام بوتسوانا في العاصمة جابورون. عندنا مباراتين في هذا التوقف، مباراة طبعا مصر مع كاب فيردي الساعة 10 بإذن الله يوم الجمعة على استاد القاهرة، اللي بإذن الله متوقع يكون فيه على الأقل 70,000 متفرج، الساعة الرسمية لاستاد القاهرة. نتمنى ده بشكل كبير، وهنتكلم طبعا عن التذاكر وعن الحضور الجماهيري المتوقع والمنتظر يوم الجمعة. ثم بعد كده يتوجه منتخبنا الوطني على متن طائرة خاصة إلى العاصمة البوتسوانية جابورون علشان تكون يعني نتكلم بقى في المباراة الثانية إن شاء الله اللي هتكون أمام المنتخب البوتسواني في تمام الرابعة عصرا. طيب، بما إننا شايفين اللقطات دي على الشاشة، لقطات الجمهور اللي اعتدناه، اعتقد ده كانت مباراة بوركينا فاسو، المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني تحت قيادة حسام حسن، مباراة رسمية الأولى. والجمهور هنا خليني أقول لكم إن الحالة اللي كانت عند الشارع المصري في وقت من الأوقات قبل بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة واللي خرجنا من دور ال 16 فيها، مش هنضحك على بعض، كان في حالة إحباط، كان في حالة من مش عايز أقول العزوف، لكن في نفس الوقت مش ده الالتفاف المعتاد من الجماهير المصرية حوالين منتخب مصر، مش دي الحالة اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري قبل مباريات المنتخب من ساعة بقى مش عايز أقول بس 2006 و2008 و2010، لأن احنا يعني قتلنا بحثا بهذا المثال وضربنا بيه كتير المثال ده، لكن من قبل كده زمان، من قبل ما انا شخصيا اتولد، من قبل ما ناس كتيره من اللي بتسمعني كانت بتتابع المباريات او بتهتم بالمباريات، من تصفيات كاس العالم 90 ومصر والجزائر في استاد القاهره، المباراه الشهيره وهدف حسام حسن نفسه مدير الفني الحالي لمنتخبنا والصعود للمونديال 90، من قبلها بكتير من نهائي امم افريقيا 86 اللي كان في استاد القاهره، والحضور ايضا الجماهير الغفير. جمهور مصر دايما في الميعاد، جمهور مصر دايما حاضر، ومش محتاج لنا ولا غيري يوصي جمهور مصر على المنتخب اللي بيحبه. يعني في النهاية ما هي جماهير مصر دي أولا بتتنفس كورة، ده رقم واحد، يعني اللعبة الشعبية الأولى في مصر كما هو معتاد، والناس كلها بتحب الكورة، هي أفيونة الشعوب كما يقول البعض يعني. لكن كمان لما تتكلم عن منتخب مصر فالجمهور ده
بالحب اللي عنده، بالحالة العاطفية اللي عنده، والشغف والحماس والإقبال الغفير اللي بنشوفه في استاد القاهرة، استاد الرعب اللي ما تسماش كده من فراغ، هو ما تسماش كده لمجرد انه طبعا صرح كبير وكلنا نفخر ونعتز بيه، لكن اتسمى استاد الرعب علشان الناس اللي قدامي دي، علشان الناس اللي لما بتبقى موجودة في المدرجات في كل مكان في أرض الملعب حرفيا بترج الاستاد، حرفيا بتبث الرعب في اي منافس بيواجه المنتخب الوطني مهما كانت قوته مهما كان حجمه. علشان كده زي ما قلنا خلال السنوات الماضيه اعتدنا على المشهد ده، لكن حصلت فتره من الفترات، ودي زي ما قلنا مش غريبه على الكل ومش هينفع ان احنا نغفلها او ندفن راسنا في الرمال ونقول لا، الجمهور في نفس يعني او في وقت من الاوقات كان متضايق، كان حزين، مش ده المستوى اللي هو عايزه، مش دي النتائج اللي هي عايزها، وبالتالي ابتدى يبقى في حاله من العزوف شويه، ابتدى يبقى في حاله من الاحباط او الياس. لكن اتصور بعد نهايه فتره كاس الامم الافريقيه ونهايه عهد روي فيتوريا وقدوم عهد جديد مع المدير الفني الوطني اللي دايما مهما اختلفنا او اتفقنا اغلب انجازات المنتخب الوطني كانت تحت قياده مدير فني وطني، كابتن جوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته، غيرهم من الاسماء، حتى المنتخبات في الاعمار السنيه الاقل، المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب، وهلم جرى بقى من اسماء كتيره جدا من قامات المدربين المصريين. فاغلب انجازات المنتخب المصري دايما كانت بتكون تحت قياده مدير فني وطني. فأعتقد أن ما كانش فيه إجماع على اسم في مصر خلال السنوات الماضية بقدر ما كان هناك إجماع جماهيري من الشارع الكروي المصري على حسام حسن كمدير فني، أنه يستحق التجربة، أنه يستحق يكون موجود على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، علشان زي ما عمل وسطر تاريخ لمنتخب بلاده كلاعب، وهو طبعا يعني الجرينتا والروح اللي عنده حدث ولا حرج، يعني اعتقد هو الموديل، هو النموذج اللي انت تتكلم عنه وتحتذي بيه لو هتتكلم عن الروح والحماس والحب للوطن. فما كانش فيه اجماع بقدر ما كان فيه اجماع على هذا الرجل ان هو يخوض تجربته وان هو يستحق الفرصه. دخل بالفعل واصبح هو المدير الفني، واعتقد ان ده يعني عكس حاله من الفرحه والسعاده داخل الشارع المصري، اترجمت بقى في استاد مصر الصرح الجديد، ايضا الصرح الرائع في العاصمه الاداريه الجديده في البطوله الوديه اللي اقيمت في مارس، واللي كانت يعني بدايه التعارف ما بين جمهور مصر وحسام حسن كمدير فني طبعا لمنتخب مصر. واستمرت الحاله دي، شفنا طبعا ساعتها وقتها الجمهور كان عامل ازاي، وقتها كان حتى البطوله كانت بتلعب في شهر رمضان لو تتذكروا، وكانت الناس يعني من كل مكان بتروح تحضر المباريات سواء مباراه كرواتيا، طبعا شايفين قدامنا هذا الصرح الكبير اللي نفخر بيه في الجمهوريه الجديده. طبعا يعني مش محتاج اقول بقى الاهلي والزمالك والتكاتف، ان وقت ما يبقى فيه منتخب ما فيش حاجه اسمها الوان ولا في حاجه اسمها انتماءات. واستمرت نفس الحاله الرائعه دي في مباراه بوركينا فاسو في مستهل مشوار مصر في تصفيات كأس العالم. طيب عندنا ضربة بداية جديدة يا جماهير مصر الغفيرة، مش محتاج ان انا اوصيكم، مش محتاج ان انا اقول ان احنا في حاجة الى وجودكم وتواجدكم في مدرجات استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل بإذن الله، علشان تلتفوا من جديد حول منتخب مصر، حول قائد منتخب مصر كابتن حسام حسن، حول رفاق محمد صلاح فخر العرب ونجم الكرة المصرية ونجم ليفربول، علشان نبدأ بضربة بداية موفقة أمام كاب فيردي، وهو منتخب ليس بالسهل بكل تأكيد، منتخب كل قوامه من اللاعبين المحترفين، انت بتتكلم في قائمة كاملة 24 لاعب من اللاعبين المحترفين، وبالتالي جمهور مصر مستنيينكم إن شاء الله في استاد القاهرة. وبالمناسبة تذكرتي طرحت التذاكر بالفعل او فتحت باب الحجز لتذاكر مباراه مصر امام المنتخب الكاب فيرد، وده كان من بدايه سبتمبر، وامامنا على الشاشه الاسعار الخاصه بتذاكر المباراه، الدرجه الثالثه 75 جنيه، الدرجه الثانيه 100 جنيه، الدرجه الاولى 150، والمقصوره 300 جنيه، اعتقد انها تذاكر او اسعار في المتناول. ممكن البعض يقول لا يعني الاسعار مرتفعه شويه، لا يعني هي اسعار في المتناول، بتتكلم في الدرجه الثالثه 75، الدرجه الثانيه 100، لو هتقارنها مثلا بالمباراه اللي بعد كده لمصر اللي هي هتكون امام بوتسوانا في جابورون، وبالمناسبه الاتحاد البوتسواني اعلن عن حجز تذاكر او عن فتح باب حجز التذاكر لمباراه بوتسوانا ومصر امامنا على الشاشه، اتطرحت النهارده بثلاث فئات من التذاكر باسعار مختلفه، 70 بوله، بوله دي عمله اوغندا، 70 بوله عفوا بوتسوانا، 70 بوله بوتسواني، 50 بوله بوتسواني، و40 بوله بوتسواني، العمله
الخاصة بدولة بوتسوانا بتعادل 3.6 جنيه مصري، يعني احنا حسبناها كده بحسبة بسيطة، أقل فئة في التذاكر في مباراة بوتسوانا ومصر 144 جنيه، احنا أقل فئة في مباراة استاد القاهرة إن شاء الله هتكون 75 جنيه. والفئة الثانية 181 جنيه حوالي 50 بولة زي ما قلنا، والفئة الأولى 253.4 جنيه مصري. إذن الأسعار في المتناول، يوم جمعة سهرة حلوة، سهرة كروية إن شاء الله نستمتع بيها بإذن الله مع منتخبنا الوطني في مستهل مشواره في هذه المباراة المهمة بكل تأكيد أمام منتخب كافر. النهاردة كان المران الأخير طبعا، ده أمامنا على الشاشة البيان الرسمي من صفحة الاتحاد البوتسواني لكرة القدم اللي أعلنوا من خلاله عن أسعار تذاكر مباراة يوم الثلاثاء القادم اللي هتقام في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 3 بتوقيت بوتسوانا، 4 بتوقيت القاهرة، عشان طبعا يعني نبقى عارفين الموعد بالظبط اللي هتتلعب فيه هذه المباراة. وطبعا بإذن الله منتخبنا هيسافر يوم الأحد على متن طائرة خاصة بعد خوضه لمباراة يوم الجمعة المقبلة. النهاردة كانت آخر التدريبات لمنتخبنا الوطني على استاد السلام قبل ما ينتقل غدا للتدريب على استاد القاهرة. خلينا نتعرف على ماذا حدث في المران، وعندنا أيضا كواليس خاصة وعندنا أخبار مهمة جدا خاصة بمنتخبنا الوطني واستعداداته لهذه المباراة. لكن قبل أي أخبار خلينا نروح لاستاد السلام رفقة الزميل العزيز محمد طه مراسل قنوات أون تايم سبورتس اللي كان حاضر في المران اللي انتهى تقريبا من حوالي نص ساعة أو ساعة. يا طه مساء الفل عليك، ماذا لديك من أخبار؟ كل التحية ليك زميلي احمد خيري، ومساء الخير عليك طبعا وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس من استاد السلام ومعسكر منتخبنا الوطني قبل ضربة البداية في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 25. بالتأكيد يعني هتكون مباراة قوية جدا أمام منتخب كاب فيردي، وأيضا المباراة الثانية أمام بوتسوانا. يمكن احنا انتهى التدريب بمنتخبنا الوطني منذ لحظات تقريبا، استمر حوالي أكتر من ساعة و40 دقيقة. كان في النهاردة أيضا محاضرة فيديو بعد طبعا النهاردة اكتمال صفوف منتخبنا الوطني بوصول طبعا نجمنا المحترف محمد صلاح وأيضا مصطفى محمد، لكن يبقى محمد عبد المنعم اللي لسه طبعا لم ينضم لمنتخبنا الوطني في انتظار طبعا تأكيد وصوله لمنتخبنا الوطني. ممكن النهاردة تدريبة طبعا شهدت روح إيجابية ممتازة جدا مع اكتمال طبعا زي ما أقول لك صفوف منتخبنا الوطني. كابتن حسام حسن النهاردة في المحاضرة كانت مطولة شوية نسبيا عن باقي المحاضرات في الأيام السابقة، وعرض فيها مقتطفات من بعض مباريات منتخب كاب فيردي الأخيرة وأيضا مباراة منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي اللي التقينا أمامه في كأس الأمم الأفريقية السابقة. طبعا التدريب طبعا شاهد حالة جيدة جدا وروح إيجابية ممتازة جدا بين اللاعبين، والحمد لله مفيش أي إصابات والأمور كلها بتسير بشكل جيد، خاصة طبعا مع اللاعبين بعد عودة من فترة راحة، وأيضا حتى اللاعبين اللي شاركوا في مباريات سواء بنتكلم في المحترفين، فالأمور كلها بتسير بشكل جيد. التدريب بدأ بجمل خفيفة طبعا بين اللاعبين، وكان في تقسيمة أخيرة طبعا وبعض الجمل التكتيكية، يمكن نقدر نقول بداية الجمل التكتيكية من هذه التدريبة. و طبعا هيكون عندنا تدريبة غدا إن شاء الله اللي من المفترض أنها هتنتقل من استاد السلام إلى استاد القاهرة، نظرا طبعا لانتهاء كل الإصلاحات الخاصة باستاد القاهرة اللي مفترض أنه هيستضيف إن شاء الله المباراة يوم الجمعة القادم الساعة 10 مساء، اللي بنأمل طبعا كل الجماهير تكون موجودة خلف منتخبنا الوطني في هذه المباراة ضربة البداية طبعا لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، خصوصا أنها أمام منتخب يعني ليس سهل طبعا مع تغير الكرة في أفريقيا، ومنتخب كاب فيردي واحد من المنتخبات القوية، نتذكر طبعا تعادل معاه 2-2 في كأس الأمم الأفريقية السابقة. تأكيد طبعا المنتخب اللي موجود وعسكر من يوم الأحد الماضي يمكن ومستمر حتى المباراة، فبالتالي مدة طويلة للمنتخب يعني يوضح قد إيه أهمية هذه المباراة للمنتخبين. تأكيد نأمل إن شاء الله منتخبنا الوطني تكون ضربة البداية قوية أمام منتخب كاب فيردي وأيضا مع بوتسوانا في المباراة التي تليها. خير يمكن دي يمكن كواليس اليوم النهارده لمنتخبنا الوطني. بعود لك الكلمه الان.
شكرا ليك يا طه، ويعني طولنا عليك، واضح ان التمرين خلص من شويه وانت استنيت معانا، وبشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والكواليس الخاصه بمران المنتخب الوطني الاخير في استاد السلام. خليني كمان ازود لكم بعض من الاخبار والكواليس اللي حصلت النهارده، بدايه من المحاضره الفنيه اللي عقدها كابتن حسام حسن في فندق الاقامه قبل التوجه الى استاد السلام. كان في محاضره فنيه مع اللاعبين طبعا بحضور محمد صلاح القائد اللي وصل بالامس الى القاهره والنهارده انضم الى التدريبات، فكانت المحاضره ليها علاقه بالامور الفنيه الخاصه بكاب فيرد. كان في تجميع لعدد من اهم اللقطات لاخر مباريات لكاب فيردي خلال الفتره الاخيره، مع كمان ملخص لمباراه مصر وكاب فيردي اللي اتلعبت طبعا في كاس الامم الافريقيه اللي كانت في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2-2. كلم كابتن حسام في اهم النقاط الفنيه، نقاط القوه والضعف، ايه اللي خلى منتخبنا يكون منتخب كاب فيردي عقبه بالنسبه له او كان عاجز على ان هو يحقق الانتصار على منتخب الراس الاخضر في دور المجموعات، رغم انه وقتها لو تتذكروا كان مريح اغلب لعيبته الاساسيه المدير الفني بيدرو بوبيستا. امامنا طبعا على الشاشه لقطات من تدريبات المنتخب الكاب فيردي اللي متواجد حتى الان في معسكره في منتجع الاسيوطي. كلم كابتن حسام عن كل هذه الامور الفنيه، بعد كده حتى المحاضره طولت شويه فتاخروا عن الوصول الى استاد السلام، استهلوا مرانهم في استاد السلام بصلاة المغرب. بعد كده كان في حديث ما بين كابتن حسام حسن المدير الفني وما بين محمد صلاح قائد المنتخب وكابتن المنتخب، كان حديث يعني ثنائي كده ما بينهم في ارض الملعب قبل بدايه المران. طبعا يعني فكره انه بيكلم انه لازم يلم اللعيبه، انه يحسهم على بذل اقصى جهد، الكلام في الفتره اللي جايه المباراتين القادمتين هيكون شكلهم عامل ازاي. اكيد دور الكابتن داخل الملعب لا يقل اهميه تحديدا كمان في التسعين دقيقة عن دور المدير الفني خارج البساط الأخضر أو خارج الخطوط، لكن الحالة الفنية والحالة المعنوية عند كل اللعيبة عالية، في رغبة، في حماس، في حالة من الود بتسود ما بين كل اللاعبين. أمامنا طبعا على الشاشة صلاح في أول مران ليه، حتى كان يعني بيصافح زميلنا العزيز محمد طه مراسلنا هناك، والتدريبات صارت بالشكل الطبيعي ليها. لكن لاعب واحد فقط لم يحضر إلى تدريبات منتخب مصر حتى الآن ولم يصل حتى الآن، ألا وهو مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم في قصة، في حوار حصل بسبب أو تسبب في تأخيره عن انضمام عبد المنعم لاعب الأهلي السابق ولاعب نيس الفرنسي الحالي إلى منتخب مصر حتى الآن. طبعا عبد المنعم كان خلال الفترة الماضية كان مركز جدا انه يعني يتمم اجراءات انتقاله، حتى لو تتذكروا كان في لسه بعض الاجراءات او بعض الاوراق اللي ما انتهتش، وده كان سبب في تاخير اعلان الصفقة من قبل نيس الفرنسي. شارك في اول مباراة ليه في الدوري الفرنسي قبل ايام مع انجي وفاز طبعا فريقه 4-1 ونزل هو كبديل في الشوط الثاني. استنى منتخبنا او انتظر منتخبنا موعد وصول عبد المنعم اللي كان من المفترض انه يكون بالامس، يعني المفروض عبد المنعم كان يصل الى القاهره بالامس علشان ينضم مع المعسكر لكنه تاخر عن الانضمام. تم التواصل معاه من قبل مسؤولين داخل اتحاد الكوره، فكان رده انه يعني موضوع غصب عنه، في مؤتمر صحفي لتقديم صفقات نيس هيعقد غدا في فرنسا، وبالتالي إدارة نادي نيس مصممة على استمراره، وهو كمان حريص على أنه يكون متواجد في المؤتمر. أمامنا حتى البوستر اللي كان أعلنه نادي نيس من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هو هيقدم غدا، طبعا مؤتمر صحفي طبعا باللغة الفرنسية، يعني مؤتمر صحفي هيكون بكرة في تمام 11:30 ظهرا بتوقيت فرنسا، وبالمناسبه هو توقيت مصر حاليا، يعني بكره الساعه 1:30 هيكون في تقديم لمؤتمر تقديم الصفقات. محمد عبد المنعم مع كمان يوسوفا موكوكو اللاعب طبعا الالماني لاعب بروسيا دورتموند السابق اللي كان موجود مع محمد عبد المنعم في نفس الصوره المعلنه. وبالتالي بعد المؤتمر الصحفي غدا منتظر ان محمد عبد المنعم يتوجه الى مصر في حال اذا كان متوفر طائره، في حال إذا كان متوفر طائرة وتم الحجز، لأنه حتى الآن ما أكدش على المسؤولين في اتحاد الكورة أو على الجهاز الفني لمنتخب مصر إن هو حجز وإنه جاي بكرة، يعني لحد اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي ما حدش عارف لسه عبد المنعم جاي بكرة ولا لأ. طيب فرضا عبد المنعم وصل بكرة بالأمس،
في كل الاحوال من رابع المستحيلات ان هو يتدرب بكره. انت بتتكلم في المؤتمر مش هيخلص مثلا قبل 3، لو اتحرك لو جه ما اعتقدش ان هو هيوصل مثلا لمصر قبل 8 9 بالليل، هيكون المران بالفعل انتهى، يعني مش منطقي او مش لوجيك ان هو يجي ويتمرن على طول. وبالتالي بنسبه تتفوق او بنسبه تزيد عن 90% محمد عبد المنعم خارج حسابات كابتن حسام حسن في المباراه القادمه امام كاب فيردي حتى الان، لأنه هو كده مش هيخوض غير مران واحد فقط اللي هو ده في حال ما اذا وصل يعني غدا، ده في حال ما اذا صارت الامور بشكل طبيعي ان هو يوصل بكره، فمش هيتمرن، هيتمرن يوم الخميس، وبالتالي يكون على دكه البدلاء في مباراه كاب فيرد، وبنسبه تتخطى 90% هيكون خارج حسابات حسام حسن على الاقل في التشكيله الاساسيه في المباراه الاولى. لو كمان بقى ممكن يعني التاخير يعني يحدث او يكون في مشكله في عدم وصوله، فربما وقتها يقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، يعني الجهاز الفني لحد دلوقتي ما خدش اي قرارات في الموضوع ده، فربما وقتها يقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اسم محمد عبد المنعم من المعسكر نهائيا، ان كان بقى ساعتها ممكن يفكروا يستدعوا مدافع بديل ولا يكتفوا بالقائمه الحاليه، وقتها ساعتها لن يتواجد محمد عبد المنعم في معسكر يعني معسكر سبتمبر. احنا كلنا مع اي لاعب محترف، وكلنا بننادي ونطالب ان لاعبينا المحترفين يكونوا اكتر عدد، وبدال الواحد يبقوا 2 و3 و10 و20 و100 زي ما كل المنتخبات دلوقتي بقى بتعمل، خصوصا في المنتخبات الافريقيه. لكن في نفس الوقت يعني انا ما اعرفش ايه الظروف، ما انت برضو عارف يقول لك ايه الغايب حجته معاه، فانا مش عارف ايه الظروف المحيطه بان عبد المنعم حتى الان يتاخر عن الوصول. لكن همسة في أذن محمد عبد المنعم، ما تخليش احترافك، ما تخليش حلاوة البدايات زي ما بيقولوا في تجربتك الجديدة اللي نتمنى لك فيها كل التوفيق، وأنت تستحق أن أنت تكون موجود في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى بمستواك وأدائك خلال السنوات الماضية سواء مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي، لكن ما تخليش حلاوة البدايات وما تخليش يعني شغفك في التجربة الاحترافية تأثر في واجبك الوطني او في مهامك مع منتخب مصر. دي همسه، لكن طبعا احنا لسه مش عارفين الظروف الكامله ايه، لو قلت لكم الموقف حتى الان، وبكره ان شاء الله اكيد هيجد جديد في قصه محمد عبد المنعم وهنعرفكم من خلاله. على ذكر المحترفين، الريان القطري منذ قليل اعلن رسميا عن ضم محمود حسن دريزيجيه لاعب ترابزونسبور التركي السابق على سبيل الاعاره لمده موسم. كنا قلنا لكم امبارح خلاص ان تريزيجيه كان راح على قطر، وكان حتى اتاخر عن المعسكر باذن من الجهاز الفني علشان يجري الكشف الطبي، وبالفعل اجتاز الكشف الطبي ووقع العقود، وكان يتبقى فقط الاعلان الرسمي اللي تم من خلال صفحات الريان القطري منذ قليل. نتمنى لمحمود حسن تريزيجيه كل التوفيق، ونتمنى ليه عودته من جديد الى الدوريات الاوروبيه ودوري اكبر كمان واقوى من الدوري التركي. طبعا هي فتره اعاره هتكون سنه، وبعد كده يعود من جديد الى فريق الترابزونسبور التركي. على ذكر المحترفين، محمد صلاح النهارده في أول يوم انضمام ليه مع معسكر منتخب مصر، هو الحقيقة بيعمل تقليد كده أصبح معتاد منه، وده يعني حاجة تبين دور القائد وتبين الأجواء الودية اللي بيعيشها محمد صلاح مع زملائه اللي بيحبوه بكل تأكيد في معسكر منتخب مصر، مهما تسمع بقى عن كلام تاني والبعض يختلف أو يتفق على محمد صلاح ومواقفه السابقة خلال الفترات الماضية، لكن محمد صلاح مع زملائه داخل معسكر منتخب مصر كابتن يستحق الشارة وأخ أكبر. هو عنده عادة كده لما بيروح في كل مرة لمنتخب مصر بياخد معاه تيشيرتات لليفربول وبيهديها للاعبين الجدد. فالمعسكر الجديد عندنا في خالد صبحي، عندنا في حمزة علاء طبعا اللي أمامنا على الشاشة، عندنا كمان أسامة فيصل دول اداهم، ومحمد شحاتة كمان أيضا لاعب المنتخب الأولمبي واللي انضم للمنتخب الأول، فأهداهم قميص وقميص ليفربول للاعبين الجدد عشان طبعا يحسهم على التألق في معسكر منتخب مصر. كل التوفيق لصلاح، كل التوفيق لكل النجوم الجدد المتواجدين في المعسكر الحالي إن شاء الله في مواجهة كاب فيردي. آخر حاجة عايز أقولها قبل ما نطلع الفاصل، استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة مصر أمام كاب فيردي يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله بعد انتهاء أعمال الصيانة، لكن أعمال الصيانة بتنقسم إلى قسمين، أعمال صيانة دورية متعلقة بالإضاءة بالتكييفات بالمقاعد بغرف الملابس بالمحولات الكهربائية الإضاءة كل القصص دي والمضمار وغيره، وفي أعمال صيانة متعلقة بأرضية الملعب.
هيئة استاد القاهرة قررت إنها تؤجل أعمال الصيانة الخاصة بأرضية الملعب إلى نهاية أكتوبر المقبل، وده لسببين. أول سبب منهم طبعا هو إنه يكون جاهز لاستضافة مباراة منتخب مصر في المعسكر ده وفي المعسكر القادم، معسكر أكتوبر إن شاء الله اللي هتكون مباراة أمام موريتانيا. والسبب الثاني إن الأجواء أو الطقس أو المناخ في الوقت الحالي غير مهيأ إنه يتم فيه يعني اللي هو زرع البذره الشتويه زي ما بيقولوا، او الارضيه تكون الزرعه الشتويه. احنا طبعا لسه في اجواء حاره ولسه في فصل الصيف، فبالتالي تم تاجيل اعمال الصيانه الخاصه بارضيه ملعب استاد القاهره الى نهايه اكتوبر، وتم ابلاغ المنتخب الوطني والاهلي والزمالك بان هيتم اغلاق ابواب استاد القاهره مجددا بدايه من 21 اكتوبر. ده الموعد اللي حددته هيئه استاد القاهره علشان تعمل الزرعه الشتويه او تعمل صيانه ارض الملعب السنويه، وبناء عليه مع انطلاقه الدوري المصري الممتاز لن نرى استاد القاهره يستضيف اي مباراه محليه او اي مباراه للاهلي او الزمالك او المنتخب في الفتره من 21 اكتوبر، وعد بقى مش اقل من 3 اسابيع، يعني بتتكلم في حوالي 21 يوم استاد القاهره لن يستضيف اي مباريات. وطبعا زي ما احنا عارفين الاخبار المتداوله دلوقتي ان الدوري المصري هينطلق يوم 20 اكتوبر، ده حتى الان طبعا لسه ما فيش اي ميعاد رسمي، لكن بهذا الشكل او لو صارت الامور بهذه الطريقه هيكون استاد القاهره خارج الخدمه لمده 3 اسابيع، لكن استاد القاهره كل الاعمال الصيانه بعيدا عن ارضيه الملعب جاهزه، وان شاء الله استاد القاهره يمتلئ عن اخره بجماهير مصر في هذه المباراه. ده كل ما يخص منتخب مصر خلال الساعات الماضيه. عندنا أخبار أيضا مهمة متعلقة بالمجموعات الأخرى وأخبار منتخبات المنافسة في مجموعة منتخب مصر، لكن قبل أي حاجة عايز أستعرض مع حضراتكم أو قبل ما نطلع الفاصل، عندي قائمة كاف فيردي عايز أعرفكم بس على اللاعبين اللي ينتظرهم منتخب مصر يوم الجمعة، واللي بالمناسبة القائمة بالكامل زي ما قلت لحضراتكم 24 لاعب من المحترفين. قائمة كاف فيردي النهائية لاستعدادا لمواجهة مصر ولمواجهة موريتانيا أيضا يوم الثلاثاء، في حراسة المرمى فوزينيا من تشافيز البرتغالي، برونو فاريا فيتوريا السي البرتغالي، وديلان سيلفا من سبورتست البلغاري. خط الدفاع بيكو من روفرز الايرلندي، ايدلسون دايني من البطائح الاماراتي، لوجان كوستا فياريال، ديلان تافاريس باستيا الفرنسي، موريرا كولومبوس كرو الامريكي، كيلفن بيريس جاك من فريق اس جي كي الفنلندي، وفاجنر بينا من استوريل البرتغالي. خط الوسط باتريك اندري كاراباغ الاذربيجاني، جواو باولو فرنانديز واحد من نجوم هذا الفريق اللي بيلعب فيه شريف المولدوفي، دوارتي من لوجورست البرتغالي، كيفن بينا من كراسنودار الروسي، لاروس دوارتي من أكاديمية بوشكاش المجري، ديفيد تافاريز من بوزاو الروماني، ويانيك سيميدو اللي انضم مؤخرا طبعا بعد إصابة أحد اللاعبين من فريق فيزيلا البرتغالي. في الهجوم ريان مينديز، ويلي سيميدو، جيلسون بنشمول، هيليو فاريا، دايلون ليفرامينتو، وباتريك فرنانديز وفابريسيو غارسيا، كلهم بيلعبوا في الدوريات الأوروبية ما بين التركي والبلجيكي والقبرصي والروسي والبرتغالي والإيطالي. 24 محترف من كاف فيردي في مواجهة 8 محترفين، ربما يقل العدد لسبعة في حال عدم وصول محمد عبد المنعم، لكن كلنا ثقة في محترفي مصر بإذن الله في هذه المباراة، خصوصا أنهم كلهم تألقوا قبل هذا المعسكر وكلهم أدوا أداء جيد مع أنديتهم خلال الأيام الماضية مع انطلاقة طبعا الدوريات الكبرى في أوروبا. نتابع ماذا قدم المحترفون خلال الأسبوع الماضي ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا وأخبارنا مع حضراتكم، خليكم معنا.
برحب حضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا في تصفيات امم افريقيا 2025. اطمنا على كل اخبار وما يخص المنتخب الوطني. ماذا عن منتخب كاف فيردي المنافس الاول لنا في ضربه البدايه اللي واصل تدريباته استعدادا لهذه المواجهه يوم الجمعه المقبل باذن الله في استاد القاهره، وخاض لاعبو منتخب كاف فيردي تدريبات في صاله الالعاب الرياضيه بالفندق طبعا وفي المنتجع اللي بيواصل فيه معسكره. ايضا كان في نوع من انواع الترفيه او الجوله السياحيه الترفيهيه اللي حرصت البعثه على القيام بها من خلال زياره هرم ميدوم في محافظه بني سويف صباح اليوم كجوله سياحيه ترفيهيه للفريق المتواجد في مصر منذ عده ايام. هم بداوا المعسكر من 1 سبتمبر لكن هم متواجدين من يوم الجمعه، يعني المدير الفني وصل بيدرو بوبيستا يوم الخميس وتوافد اللاعبون بعد كده على مصر بدايه من الجمعه لحد ما اكتمل عقد المنتخب يوم 1 و2 سبتمبر. كمان منتخب كاف فيردي اجرى تعديل على قائمه الفريق اللي هتواجه المنتخب الوطني بعد ما تم الاعلان الرسمي عن انضمام يانيك سيميدو لاعب طبعا المنتخب كاف فيردي بشكل رسمي تم ضمه او استدعائه بعد طبعا الاصابه اللي كان تعرض ليها اللاعب الوسط ديوجو مينديز بسبب الاصابه اللي كان تعرض ليها مع نادي رابيد بوخارست الروماني، وبالتالي يانيك سيميدو لاعب نادي فيزيلا هيكون متواجد خلال ساعات للانضمام لمعسكر منتخب كاف فيردي. النهارده كان اول مران مفتوح سمح به بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاف فيردي لوسائل الاعلام والكاميرات علشان يعني يتم متابعه المران وايضا يكون في بعض من اللقاءات، وبالفعل كاميرا اون تايم سبورتس كانت متواجده هناك. خلينا نسمع ماذا قال بيدرو بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاف فيردي وايضا حارس المنتخب فوزينيا ونرجع نكمل الكلام. أنا فخور إن أنا موجود هنا في مصر. temos uma equipa tem vindo a melhorar e tem vindo a trazer jogadores novos. إحنا كفريق بنحاول برضو إن إحنا بنسعى للأفضل، فعشان كده بنضم بعض العناصر الجديدة. O objetivo é o mesmo, é procurar os três pontos, mesmo respeitando e sabendo das dificuldades do jogo. احنا طبعا عندنا الفريق ممكن مع التغيرات يبقى في تغيرات بسيطه بالنسبه للخطه حسب العناصر الموجوده، ان انا لازم استغل العناصر بكفائتها، ولكن احنا ما زال هدفنا ان احنا يكون حصد الثلاث نقاط رغم ان احنا نعرف ان هي سوف تكون مباراه صعبه وضد ند قوي. Eu sei que tiveram quatro jogos depois disso. انا عارف طبعا ان مصر لعبت اربع مباريات بعد المباراه اللي كانت مع كاب فيرد. الايكيب باراسم ستافل. الفريق يبدو بالنسبه لي ان هو فريق ثابت ومستقر. ما جاي ديفيسيل فازير اون كومباراسيون انتر ووتر ايكيب تكنيك ايست كي. ولكن من الصعب ان انا اقدم اي مقارنات ما بين الجهاز الفني الموجود حاليا والجهاز الفني اللي بنى. دوما فورما ريال ستامش تتفيج بوركي اوما جوغار كونتر ايجيت. هو طبعا بشكل عام احنا عندنا مستريحين جدا وبنفخر ان احنا هنقدم مباراه ضد المنتخب المصري. Mas temos sabemos qual é a dificuldade dos grupos de qualificação. ولكن نعلم جيدا ايه هي صعوبه التاهل حسب المجموعه اللي احنا موجودين فيها. Sabemos que temos que procurar pontos contra qualquer país, sabemos que é difícil, mas temos que fazer isto para qualificar. عارفين ان احنا لازم نحصد النقاط ضد اي فريق هنلعبه في المجموعه، عارفين ان هو طبعا هيكون مباريات صعبه ولكن يجب علينا فعل هذا. الايكيبا دو ايجيبت uma das equipas mais fortes do mundo. فريق المصري يعتبر من افضل الفرق اللي بتأدي كوره على المستوى العالمي. Sabemos que é uma grande potência em África. وعارفين ايه هي قوة الفريق المصري في القارة الأفريقية. Jogando em casa a favor do seu povo, isso torna ainda muito mais difícil o jogo. اللعب هنا داخل مصر ووسط الجماهير المصرية أكيد بيخلي المباراة بتكون صعبة جدا قدامنا. E sabemos que eles também têm o Mohamed Salah, que é dos melhores avançados do mundo. ونعلم جيدا ان وجود الكابتن محمد صلاح هو يعتبر من افضل مهاجمين العالم. Mas a equipa do Egito é forte no seu todo e também porque tem muitos jogadores que jogam juntos e jogam no campeonato egípcio. والفريق المصري مميز ان في مجموعه كبيره من اللاعبين بتلعب على طول بشكل
مشترك مع بعض على اساس ان هم جزء كبير من الفريق بيأدي في المنتخب المصري في الدوري المصري كمان. Mas nós vamos preparar o nosso jogo de forma tranquila, enfrentamos o Egipto no CAN num cenário diferente no grupo onde já nós estávamos qualificados e eles estavam a lutar para a qualificação. سبق ان احنا لعبنا قصاد المنتخب المصري في البطوله الافريقيه ونحن خلاص تقريبا تأهلنا وكان المنتخب المصري بيحاول ان هو يوصل الى التأهل. Mas vamos enfrentar Egipto como defrontamos qualquer adversário com respeito, mas sem medo. هنقابل المنتخب المصري زي ما بنقابل اي خصم الاحترام لازم للمنتخب المصري ولكن بدون خوف. Vamos seguir a estratégia do treinador e tentar conseguir os três pontos aqui. هنحاول ان احنا نطبق فكره المدرب ونحصل منها ثلاث نقاط مهمه. Thank you. Obrigado. منتخب طموح، منتخب قوي، منتخب كسب احترام الجميع حقيقة خلال الفترة الماضية، منتخب كاب فيردي منافس مصر إن شاء الله يوم الجمعة، لكن بإذن الله منتخبنا قادر على تخطي هذه العقبة بسهولة أمام الجماهير اللي هتكون حاضرة بغزارة وبكثافة في استاد القاهرة. نكمل أخبارنا، أخبار باقي المنتخبات في التصفيات، وهناخد خبر متعلق بمنتخب الجزائر اللي أعلن عن خروج هشام مداوي لاعب وسط نيس الفرنسي وزميل محمد عبد المنعم، خرج من قائمة منتخب الجزائر استعدادا للمعسكر الحالي، وتم استدعاء احمد قندوسي لاعب الاهلي المعار الى سيراميكا بدلا منه بعد طبعا اصابه مداوي في مباراه الفريق الاخيره امام انجي بالجوله الثالثه من الدوري الفرنسي. هشام مداوي كان سجل الهدف الثاني في هذه المباراه اللي فاز فيها نيس على انجي 4-1، ومنتخب الجزائر بيستعد لمواجهه غينيا الاستوائيه وليبيريا يومي 15 سبتمبر في تصفيات امم افريقيا 2025. كده القندوسي يبقى اسم جديد من لاعبي دوري نايل المحترفين اللي بينضموا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية أو بينضموا لمنتخبات بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا 2025. الحقيقة مش قندوسي بس، يعني دوري نايل إذا كان أصفر عن لاعبين وأصفر عن نجوم متواجدين في قائمة منتخب مصر ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا والاتحاد السكندري، فأيضا هناك العديد والعديد من الأجانب والمحترفين اللي كانوا متواجدين ومتألقين مع أنديتهم في الدوري المصري الممتاز أو دوري نايل متواجدين في قائمة أو في قوائم منتخبات بلادهم في هذه التصفيات، وأخرهم أحمد القندوسي، لكنه بالتأكيد ليس اللاعب الوحيد. خلينا نتعرف على المحترفين في دوري نايل اللي متواجدين مع قائمة أو قوائم منتخبات بلادهم في سياق التقرير التالي. بعدها نطلع فاصل ونستقبل واحد من نجوم الكرة المصرية بكل تأكيد كابتن رضا شحاتة، وحديث فني خاص عن منتخبنا الوطني ومواجهة كاب فيردي بعد التقرير وبعد الفاصل. خليكم معنا. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وسيظهر العديد من اللاعبين الأجانب المحترفين في مصر والذين شاركوا مع أنديتهم في الموسم المنقضي من دوري نايل، وكان تألقهم سببا رئيسي في استدعائهم من قبل منتخبات بلادهم لخوض غمار التصفيات. وسيكون لبيراميدز نصيب الأسد في اللاعبين الأجانب الذين تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم بواقع 3 لاعبين، وصيف الهدافين في دوري نايل برصيد 17 هدفا فيستون مايلي على رأس قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا، وصاحب أعلى عدد من الصناعة التهديفية محمد الشيبي لم يخرج عن خيارات وليد الركراكي في قائمة منتخب المغرب، ولاعب الوسط البوركينابي بلاتي توريه حاضرا في قائمة منتخب الخيول، وإلى جانب توريه يتواجد مواطنه سعيد سنبوريه لاعب البنك الأهلي في قائمة بوركينا فاسو لمواجهة السنغال وملاوي، وزميله التوغولي ياو أنور الذي يلعب مع منتخب بلاده في المجموعة الخامسة رفقة الجزائر وغينيا الاستوائية وليبيريا، وبالتالي يأتي البنك الأهلي في المركز الثاني باستدعاء لاعبين من قائمته، وهو نفس الحال بالنسبة لفريق فاركو الذي يتواجد في التصفيات بالثنائي سيفتيري مع منتخب السودان والظهير جيفرسون إنكادا مع منتخب غينيا بيساو. قطبا الكرة المصرية حاضران أيضا بثنائي لكل منهما
حيث تم استدعاء مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس وسامسون أيكينولا لقائمة منتخب بنين. وعلى غير العادة فإن الثنائي الأجنبي الأهلوي المتواجد في التصفيات لم يشارك فعليا مع الأهلي في الموسم المنقضي، حيث يتواجد أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة في قائمة منتخب المغرب، في حين تم استدعاء أحمد القندوسي العائد من الإعارة لقائمة منتخب الجزائر بعد إصابة لاعب نيس هشام بوداوية. في المقابل تم استبعاد بيرسي تاو من قائمة منتخب جنوب أفريقيا لعدم الجاهزية، وبطبيعة الحال يستمر غياب علي معلول عن نسور قرطاج للإصابة. وتتمثل أندية سموحة والجونة وطلاع الجيش بلاعب أجنبي واحد فقط لكل منهم في التصفيات بوجود البنيني دوكو دودو لاعب الموج الأزرق مع قائمة منتخب بلاده الذي يلعب في المجموعة الرابعة مع ليبيا ونيجيريا ورواندا. ويتواجد أرنو راندر يانتيناينا مهاجم الجونة ضمن صفوف منتخب مدغشقر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات جزر القمر وغامبيا وتونس. كما دخل أيضا حميد ماو لاعب فريق طلاع الجيش ضمن قائمة منتخب تنزانيا الذي يلعب في المجموعة الثامنة مع الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغينيا. لما نفتكر الإنجازات لمنتخبنا وتحديدا بقى المنتخبات بعيدا عن المنتخب الأول وأبرز اللقطات المضيئة، فعمرك ما هتنسى أبدا إنجاز منتخب الشباب في 2001. ولما تفتكر إنجاز منتخب الشباب في 2001 وحصوله على برونزية كأس العالم تحت قيادة شوقي غريب، أكيد هتفتكر الجيل الذهبي اللي كان حاضر في هذه النسخة الاستثنائية لمنتخب الشباب، واللي كان واحد منهم بكل تأكيد من نجوم الجيل الذهبي كابتن رضا شحاتة اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو النهارده في تصفيات أفريقيا. كابتن رضا حبيبي اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. يعني كنا على مشارف ان احنا نشوف انجاز تاني للمنتخب الاولمبي في طبعا دوره الالعاب الاولمبيه الاخيره، لكن طبعا الخروج الصعب في مباراه مركز الثالث والهزيمه بالسداسيه. حسيت بمدى يعني اوجه التشابه ما بين الجيل ده اللي برضه ما كانش حد عارفه وقتكم، ما كانش لسه الناس مركزه مع منتخب الشباب في 2001 لحد ما توجتوا بالبرونزيه. يعني أنا بشوف إن هم كانوا مجموعة مميزة جدا، كانوا مركزين قوي إن هم يعملوا حاجة ليهم ولبلدهم، دي كانت حاجة واضحة جدا في الـ في الـ في الـ في الإعداد للبطولة. ده مهم جدا، أنت إحنا ما تاخدش البرواز الأخير أو ما تاخدش الماتشات الأخيرة، لأ هم استعدوا كويس قوي. ما كانش في تركيز معاهم كتير، كانت الدنيا هادية فتشتغل أهدى. صحيح، إحنا عندنا هنا مشكلة لما بتركز زيادة الموضوع ما بيمشيش زي ما أنت عايز. يعني في مصر يعني التركيز ده بيبدأ تدخل ناس ملهاش دور فيبوظ لك الشغل بتاعك. أيوة. انما لما تبقى سايب المجموعه شغاله في هدوء ومحدش يعرف عنها حاجه والامور ماشيه مستقره وهاديه تلاقي ممكن نلمس في حاجه كويسه. ولكن هترجع في الاخر تصطدم للسيستم، هتصطدم للنظام، هتصطدم ان الكوره 90 دقيقه، هتصطدم ان انت محتاج تركز 90 دقيقه مش محتاج تركز 60 دقيقه. احنا بنشتغل تقريبا معظم البطوله 60 70 دقيقه مركزين كويس جدا، ولكن هتلاقي ال 30 دقيقة في الآخر العامل البدني بيدخل. صحيح، فعندك مشكلة في العامل البدني، هيبقى عندك مشكلة في التركيز، هيبقى عندك مشكلة في إن أنت التراك الأخير ده مش معاك فهيضرك أو يحصل اللي حصل ده. صحيح، فده بيرجع للعادات بتاعتنا اللي هو لما بينامش بدري، اللعيب مش ملتزم في أكله، اللعيب مش مهتم بصحته، اللعيب العقلية بتاعته مش 100% احترافية. المشاكل دي تبان إمتى؟ تبان من الدقيقة 60. ده أي فرقة أو أي عايز تعرف هتلاقي الدقيقة 60 عندك يبدأ مشاكل تبان، لأن العامل البدني عندك مش هيبقى أفضل حاجة. حتى العامل الذهني التركيز في بعض الأوقات، هو عامل بدني كله خلاص. أيوة. لو ده مش تمام أو ده مش 100% هيبقى عندك مشاكل، لأن أنت خلي بالك لما تيجي تبني أي رياضي أسلوب حياته أهم حاجة. يعني دي قاعدة الهرم بتاعك أسلوب حياتك. صحيح، بعد كده البدني، بعد كده الفني. احنا بس بنقلبه، احنا عندنا بنهتم بالفني وبعد كده. صحيح، لا اسلوب حياتك اهم حاجه، لان اللعيب لو ما بينامش بدري طب انت هتبني ازاي؟ فدي حاجات صغيره لو احنا مهتمين بيها. لا احنا عندنا اجيال كويسه جدا، وعلى مر العصور ومر التوقيتات كل المنتخبات فيها لعبه مميزه وعندنا لعبه صغيرين مميزين، ولكن بنبنيهم مش بالشكل الصح، عشان كده دايما انجازك واقف عند حته معينه مش عارف تعديها.
عشان تعديها لازم تبني صح في الاساس بتاعك. الطفره اللي حصلت في 2001 بجيل كابتن شوقي غريب ووجودك وجود نجوم اسماء كبار، كابتن حسام غالي، ابو مسلم، حسين امين، يعني اسماء كتير طبعا، محمد اليماني وغيرهم من الاسماء طبعا، واللحظات الحلوه اللي احنا عشناها في هذه النسخه الاستثنائيه، رغم ان تاني مباراه تحديدا كانت مباراه يعني صدمه للكل بالهزيمه طبعا 7-1 امام الارجنتين. هل العوامل اللي انت بتتكلم عنها اللي مأثرة دلوقتي على المنتخبات او المراحل السنين المختلفة كانت متوفرة كلها معاكم؟ ما اقدرش اقول انها كانت متوفرة بنسبة 100%، لان كان برضو عندنا مشاكل البدنية وعندنا مشاكل فنية في 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 حاجات في تكتيك برضو. احنا كنا هنا اللي كان مميزنا ان احنا متجمعين بدري قوي وعملنا ماتشات كتيره وديه على ليفل عالي مستوى كبير، لعبنا منتخبات كبيره. كابتن شاوي كان من اهم مميزاته بيلعب، ما عندوش مشكله يلعب اي حد في صالح ان هو يعدك لان انت توصل للبطوله زي دي، ما انتش قلقان من حد. لعبنا كل الفرق كل المدارس، منتخبات كل المدارس، فانت داخل البطوله ما كانش عندك مشكله. ده عكس اللي بيحصل دلوقتي، ما فيش فرقه او منتخب بيتعدي ان هو بيلعب له 60-70 اللي كان بيعاني من اجل اي مباراه وديه يعني. لا منتخبنا كان في عامل اعداد كويس جدا، فما كانش عندك الرهبه دي. حتى لما حصلك دروب في ماتش الارجنتين ده، انت عارف احنا مشكلتنا في الماتش ده ايه؟ كل ما بيجي فينا هدف عايزين نعوض، مش عايزين نقف. يعني انت دايما عايز لا انا هحاول انا بحاول اكتر. بالظبط، فده اللي خلاك ان احنا فرقه هجوميه بحته. يعني المنتخب ده بالاخص احنا ما عندناش فكره ان احنا نقف ندافع، ما كانتش موجوده عندنا خالص في ولا لعيب فينا. كلنا كنا بنحب الحته الهجوميه دايما وعندنا الرغبه دي، فده كان فارق معانا بشكل كبير. غير بقى ان انت برضو في الاخر اللي فرق برضو عامل الذكاء برضو، فهم يعني الارجنتين فرقه ذكيه جدا جماعيا وعندهم حلول فرديه. قابلنا منتخب غانا كان حظنا دايما. لا تعامل كابتن شوقي بعد السبعه دي، وانا اتذكر حتى الناس كلها في المباراه اللي بعدها على طول كانت مستنيه تغيير في التشكيل وتغيير في محمد صبحي ما بقاش موجود كحارس مرمى. التعامل في هذه المباراه كان ازاي، او بعد هذه المباراه اللي هي هزيمه طبعا كانت بالنسبه لنا كلنا احنا هنا في مصر طبعا استقبلناها باللي هو دول هيوضعوا البطوله في المباراه الجايه ويجوا لنا يعني طبعا. خلاص الموضوع يعني لما بقيت مدرب فهمت. يعني يمكن وقتها ما فهمتهاش، ولكن لما بقيت مدرب فهمت ان انت مهم جدا ان انت وانت في فرقتك اللعيبه وهي داخله الاوضه، حاله اللعيبه وهي داخله الاوضه وانت لما بتدخل عليهم كمدير فني تبص في وشوشهم، لازم تبقى قاري اللعيبه دي لازم يتقال لها ايه دلوقتي. ده مهم جدا، لان ممكن تدخل تدوس يبقى انت خسرت كل اللي جاي فتقضي عليهم بس كده. أيوه. ممكن تدخل تقول كلمتين حلوين يرجعوك تاني على التراك تاني، وده اللي حصل لكابتن شوقي. كابتن شوقي وقتها ما تقلقوش الدنيا تمام وان شاء الله هنعوض وهنعمل، وخرجنا. يعني خرجنا بعد الماتش، خرجنا بالليل فعلا رد فعل غريب جدا. كنت مستني بقى يدخل يقلب لنا الدنيا، لقيت الموضوع العكس تماما. فهمتها بقى مستقبلا ان انت ازاي تقرا حاله لعيبتك او تقرا ولادك عاملين ايه. يعني هم احنا مش ناقصين، يعني احنا في الحاله دي انا كلاعب مش ناقص. أيوه يعني أيوه. على الاخر انا اكيد شايل هم ردود الافعال، وانا متضايق جدا ان ازاي اخسر نتيجه كبيره زي دي. كل دي ضغوط عليا، فانا مش محتاج حد يضغطني. الضغطه اللي جايه هتبقى ناهيه. فانا شايف ان هو اتعامل بذكاء جدا في الموقف ده، ده اللي خلانا كملنا البطوله بشكل محترم جدا، ووصلنا ان احنا كان ممكن تلعب النهائي. صحيح. حتى ماتش غانا ضيعنا فيه فرص غريبه جدا، وكان ممكن نكسب وكان نوصل تلعب نهائي كمان. طيب بما انك مدير فني بقى وفهمت ده في وقت لاحق، امتى المدير الفني يتعامل بالطريقه اللي اتعامل بيها كابتن شوقي غريب، وامتى يتعامل بالتوجيه او التوبيخ وتوجيه اللوم؟ وانت طبعا عشت ايضا التجربه دي مع مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام حسن، واحد من المدربين طبعا وهنتكلم عن منتخبنا المعروف عنه ان هو يعني ممكن بيغلب عليه الحماس او الانفعال الزائد او العصبيه في اوضه اللبس. طيب بص، هي بترجع كل مدير فني بيبقى ليه كاركتر ليه شخصيه، ولكن مهم جدا تبقى عارف انت من نوعيه اللعيبه معاك عامله ازاي. يعني اللعيب اللي معاك ده تعامله ايه؟ لو هو في اللقاء مثلا ماتش غال وبيعمل اقصى حاجه ومفيش توفيق وخسران، لا يمكن تدخل تهينه او تدخل تشده، يعني زي ما احنا بنقول. لا بالعكس، ماشيين كويس وعايزين اكتر. ولكن لو اللعيب مقصر انت شايف ان هو ما بيعملش اقصى حاجه وبيتدلع، لازم يبقى الدخول هنا عنيف. يعني التدخل هنا بيبقى عنيف. لو هو عامل اقصى حاجه عنده وبيحاول ومفيش توفيق ومش عايز تدخل، لا يمكن تدخل تبقى عنيف. لازم تبقى بتحاول تهدين ان هو لا اللي جاي هتبقى افضل. هنا
تراكك انت كمدير فني مش بتاع حد تاني، لان انت الوحيد اللي شايف وانت الوحيد اللي هتتدخل. أيوة. مش حد تاني هيتدخل، مش حد يدخل بين الشوطين يتكلم او حتى بعد اللقاء هيتكلم، انت المسؤول عن الجزئيه دي. فمهمه جدا التوليفه دي والقرايه دي مهمه جدا للمدير الفني. شعرايه طبعا، شعرايه ما بين كده وكده جدا، لان انت ممكن صحيح. لعيب تخسره. أيوة. بسبب كلمه. خلي بالك مش كلمه كمان، انت ممكن تخسر لعيب بسبب رد فعلك على هجمه هو مضيعها. يعني اللعيب ضيع هجمه صحيح. اول حاجه بيعملها لاي لعيب بيبص على المدير الفني على الخط. صحيح صحيح. لو انت رد فعلك في هو من وجهه نظر اللعيب ان اهانه ليه. ايوه. انت خسرته. فمهم جدا تبقى حتى ردود افعالك، لان خلي بالك الاستيعاب الجسماني للعيب اسرع من الكلام حتى. يعني بيترجم على ادائه في الملعب. طبعًا. وعلى لياقته من خلال فرصة. النظره دي ضيع فرصه فانت صحيح. أيوة. بس انت ما اتكلمتش، دي كارثه بالنسبه للعيب. ان هو يعني كابتن حسام وصل من الخبرات يا كابتن رضا ان هو يقدر يتعامل بالشكل ده ويقدر في بعض الاوقات يكبح جماح انفعاله او عصبيته او حماسه، ولا شخصيته وكاركتره كحماس الزائد ده مطلوب منه لان هو خلاص بنى شخصيته التدريبيه على هذا الفريم يعني او ده الشكل ده؟ خلينا نبقى منطقيين في الحوار. ان انا حسام حسن الدوري الممتاز غير حسام حسن منتخب مصر. جميل. عشان نبقى متفقين بس. اهيدي كتير جدا عن اللي بيبقى ماسك فرقه طبعا، لان انت برضو بتتكلم في كواليتي مختلف وليفل مختلف. فلازم تبقى كده، لازم تعمل اللينك ده. ان انت تبقى هنا ممكن ابقى هنا عنيف شويه في التعامل وطريقه الكلام، ولكن في المنتخب ما اقدرش اعمل ده لان الليفل مختلف. مش بنتكلم ان انت تدلعهم برضو، ولكن لازم تبقى حريص اكتر، لازم واخد بالك من كلامك اكتر. ممكن في الانديه تبقى الامور بتعدي، انما في المنتخبات والليفل العالي بيبقى الامور ما بتعديش غير يعني لها بيبقى ليها حسبه يعني. ولكن انا شايفه هو عامل توليفه كويسه بينه وبين اللعيبه. مهم جدا اللعيبه تبقى دايما مركزه ليك وانت بتتكلم، تبقى شايفاك كويس مقتنعه باللي انت بتقول. دي حاجات كلها دي حاجات داخليه، وانا متاكد ان ده بيحصل، لان اللي بيحصل الفتره اللي فاتت معاه حسام حسن منتخب مصر غير حسام حسن في الانديه. صحيح. ودي حاجه كويسه. إذن حسام حسن هو أيقونة لمنتخب مصر بكل تأكيد على صعيد مرحلته كلاعب، لكن كمدير فني هو في بداية مشواره عشان يسطر تاريخ بإذن الله يكون تاريخ ناجح ليه كمدير فني لمنتخبنا الوطني. نتابع حسام حسن أيقونة المنتخب المصري لاعبا وبإذن الله مدربا في سياق التقرير، ونرجع نكمل الكلام. تعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بالجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا هي المباراة الخامسة للفراعنة تحت قيادة حسام حسن الذي تولى المهمة في 6 فبراير الماضي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وبدأ مسيرته في مارس بالفوز على نيوزيلندا بهدف في دورة العاصمة الإدارية الجديدة، ثم خسر أمام نظيره الكرواتي بهدفين 2-4 في نهائي نفس الدورة. على المستوى الرسمي حقق زملاء القائد محمد صلاح المطلوب في يونيو عندما تفوقوا على بوركينا فاسو بهدفين 2-0 ثم تعادلوا مع غينيا بيساو بهدف لمثله في الجولتين 3 و4 للمجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2026. حسام حسن الهداف الأول للمنتخب برصيد 68 هدفا يأمل في تكرار هذا النجاح كمدير فني، خصوصا في تصفيات ونهائيات أمم أفريقيا، حيث أحرز 12 هدفا في تصفيات البطولة خلال 25 مباراة شارك فيها في الفترة من 1990 وحتى 2000. أما في نهائيات العرس الأفريقي الكبير ورغم إخفاقه في تسجيل أي هدف خلال مشاركاته الثلاثة الأولى في بطولات 1986 و1988 و1992 توهج المهاجم الفذ في ظهوره الرابع في نسخة 1998 وسجل 7 أهداف ساهمت في عودة اللقب لمصر بعد غياب 12 عاماً، ثم أحرز 4 أهداف أخرى ثلاثية منها في مرمى زامبيا والسنغال وبوركينا فاسو في نسخة 2000 وأخيرا الكونغو الديمقراطية في ربع نهائي نسخة 2006 عندما تخطى 39 من عمره،
ليصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة يتمكن من التسجيل. في عام 1998 كان الجنرال الراحل محمود الجوهري هو أول من يتوج ببطولة الأمم الإفريقية لاعبا ومدربا. وإذا كان الجوهري هو الملهم الأول في تجربة العميد التدريبية، فليكن أيضا الحلم القادم لحسام حسن هو تكرار الإنجاز والفوز بالبطولة مدربا في 2025. بإذن الله زي ما رفع الكاس في 2006 في استاد القاهرة يرفعه من جديد إن شاء الله في المغرب. كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا، مكملين حديثنا الفني مع كابتن رضا شحاتة، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حديثنا الفني مع واحد من نجوم الكرة المصرية بالتأكيد كابتن رضا شحاتة. كابتن رضا، السؤال اللي يبدو يعني أصبح معتاد أو أكلاشيه مع كل اختيارات مع كل معسكر، رأيك في اختيارات كابتن حسام حسن وهذه القائمة؟ هل شفت فيها مفاجآت بعدم وجود لعيبة أو بأسماء انضمت ما كانش متوقع أنها تكون موجودة؟ لا، عمر يعني عمري في التوقيت ده ما هنتقد اختيار. جميل، حلو ده. لا يمكن يبقى ده بقى يعني بالنسبه لي مش هيبقى احسن حاجه، ولكن اقدر اقول ان في اسماء، يعني عمر كمال ممكن يبقى موجود، اكرم ممكن يبقى موجود، اكرم توفيق. امبارح كان معايا طارق السيد، يعني كان مجمع على العمرين، عمر كمال وعمر جابر، ان هم كانوا يستحقوا التواجد في قائمه المنتخب. انا عمر كمال عنده ميزه ان هو بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب طرف يمين، صحيح، طرف شمال، فتقدر توظفه في اماكن كتيره، وده مهم جدا في اللي انت. وعمر جابر برضو نفس الكلام، نفس الفكره يعني. بس انا اقصد ان انت ما عندكش هنا، عندك هيبقى عندك مشكله لا قدر الله في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، صحيح، ممكن هتحلها بطرف او حد من نص الملعب يقف، ولكن هو بيعملها كويس، بيعمل دي كويس وبيعمل دي كويس، ولكن اختيارك، واكيد هو مرتب، واكيد حاطط سيناريوهات لاي حاجه هتحصل. مين ممكن لا قدر الله محتاج حد يلعب باك رايت؟ اكيد هو عنده سيناريوهات، يعني في الاخر لما بتروح تحط قائمه او بتحط فرقه انت عندك سيناريوهات لكل الاحداث، مش هتتفاجئ يعني. ده يبقى من الخيارات اللي شفناها في القائمه، هل شايف لو هو الشحات هيكون هو بديل ناحيه اليمين لمحمد هاني مثلا، واحمد نبيل كوكا يكون بديل ناحيه الشمال لمحمد حمدي؟ ممكن، يعني هم دول الاقرب. ممكن، بس انا بالنسبه لي لو انا بحط احتمالات لرضا، عمر كمال انسب حد للحلول دي، يعني لعبها وبيلعبها بشكل كويس وبيقدر يقفل، عنده سرعات كويسه، لان انت برضو مهم جدا يبقى عندك سرعات على الاطراف، دي مهمه جدا. او عموما خط الظهر دايما لازم يبقى فيه سرعات كويسه، طالما عندك فرصه ان انت تدي سرعات يبقى افضل لك يعني. ولكن في الاخر هو حاطط سيناريوهات وتحترم ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ولكن بتهيألي دول ممكن يبقوا الثلاث اسماء اللي انا بتحرك فيهم برضو. بما انك كنت بتتكلم قبل الفاصل عن حسام حسن اللاعب غير اكيد، او حسام حسن المدير الفني في انديه الدوري غير حسام حسن المدير الفني للمنتخب كشخصيه طبعًا. لكن كبصمات فنيه طبعا احنا ما شفناش لحد دلوقتي غير اربع مباريات، منهم مباراتين رسميتين ومباراتين وديتين. الملامح او البصمات الفنيه اللي شفتها الكابتن حسام حسن، خلينا نتكلم في المباراه الرسميه اخر مباراتين لما كان امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ايه هي ابرز ملامحها؟ لا بص، مش هقدر اقول في حاجه واضحه، ولكن بنبقى داخلين دايما لقاء بحماس زياده، وبحس ان الريتم بيقل. دي لازم يبقى ليها تظبيطه، لان هو مش مطلوب خالص ان انت تعمل كده. المطلوب منك انت دايما تبقى ليك شكل بتقدر تلعب عليه. المباراه 90 دقيقه مش هبدا ان انا اعمل استنفذ كل طاقتي في البدايه، وبعد كده الامور بالنسبه لك ممكن يبقى فيها صعوبه، ممكن فرقه تبدا، خلي بالك لان الفرقه بتتابعك وبتحللك، صحيح. لو انا عندي الحته دي فيها مشكله هلعب عليها، يبقى انا مش محتاج ان انا اطلع اقصى حاجه معاك وانا بلعبك، وبعد كده ابدا استغلها. فانا مهم جدا ان انت تقدر ترتب ده، تقدر تلعب بهويه مختلفه. الحاجات الفنيه اللي هو مثلا الطرف بيدخل عشان الباك ياخد في ظهره، او عشان الحاجات دي لسه مش واضحه بشكل كبير، ولكن ممكن يبقى عامل الوقت صغير، فالتركات هتبقى قليله، ولكن لازم يشتغلوا عليها برضو. لازم يبقى في حاجه ترك، عشان انت في الاخر يا الكوره دي، انا بشوف الكوره دي مربعات صغيره، فانت بتفضي مربع عشان تشتغل عليه. المربع ده بقى يبقى 8 اللي بياخد من نص الملعب، ولا طرف اللي بياخد، ولا الباك اللي بياخد، ولا
هتخلق المساحه ازاي؟ هتخلقها ان راس الحربه اللي بيتحرك ولا الطرف اللي بيتحرك ولا تمانيه اللي بيتحرك؟ كل دي افكار. وانت بتبدا الهجمه بتخلق المساحه بسته ولا بتمانيه ولا بالباك بيدخل ولا الطرف بينزل؟ دي مربعات انت تشتغلها. انت بقى هويتك او تركيبتك كمدير فني في الحته التحضيريه في نص الملعب وانا بحضر بعمل ايه؟ ايه التركه اللي بشتغلها عشان اخلق مساحه لمين؟ ولما بطلع في التلت الامامي بشتغل على ايه؟ بس ما ظهرتش دي مثلا في مباراه بوركينا. انا اتذكر محمد صلاح كان بينزل يستلم كتير في القلب فبيفتح المساحه الليل في ظهره، اذا كان مثلا زيزو لو بيلعبها 8 يمين، نفس الكلام بالنسبه لتريزيجيه ومرموش لما كان تريزيجيه بيقطع في القلب. يعني بعض الملامح دي ما ظهرش مثلا مين المفاتيح اللي عند حسام حسن او اللي في فكر حسام حسن؟ بص الطريقه او التركتين انت بتقول عليهم دول هي بتبعيه الحال كان صلاح بيلعبها في ليفربول اساسا. اوكي حلو كده، فهو بيعملها صحيح بيفتح للترند الكسندر. برافو عليك. فهو دي شغلته او دي التريكه اللي بيشتغلها هناك، فهو بيعملها اوتوماتيك هنا. حلو كده. ممكن كان مع فيتوريا كان فيها شكل شويه ان هو بيلعب 10 مش بيلعب طرف، صحيح، فكانت دي واضحه. ايوه فنقصد ان دلوقتي كان في التوقيت ده بيلعب، وتريزيجيه برضو الدخول له جوه، خلي بالك تريزيجيه عنده وجهه نظر، يلعب كويس جدا جدا طبعا، ولكن تكتيكيا مش بيدخل في المنظومه قوي. تكتيكياً مش بيدخل في لأن هو بقاله فترة طويلة جدا متألق مع منتخب مصر وأصبح طبعاً يعني مفتاح لا يقل خطورة مثلا عن صلاح في المباراة الأخيرة حتى بعدد أهدافه الدولية اللي سجلها خلال آخر 5-6 مباريات. طبعا في لعيبة لازم تديها مساحة بره التكتيك بتاعك عشان هو بيتميز بده. أوكي. وفي ناس لازم تدخل في منظومة التكتيك بتاعتك. تريزيجيه من الناس اللي لا ممكن تسيبه بره من المنظومة بتاعتك، سيب له مساحه يتحرك فيه. كهربا عنده نفس الحكايه. فانت عندك الفكره دي. يعني انت تقصد يا كابتن رضا ان دي ميزه مش عيب في تريزيجيه، فكره ان هو بتدي له مساحه للابداع خارج المنظومه اللي انت بتحطها فبيطلع لك بعض الحلول الفرديه اللي مش عند حد تاني؟ هتبقى ميزه وهتبقى عيب على حسب اللي انت بتديه له. اوكي. حلو ده. انا كمدير فني انا عارف المساحه اللي انا بديها لك فباخد منها اقصى حاجه وبفيد الفرقه. انما المساحه دي لو زادت تضر الفرقه. فالمساحه هنا يعني انت بتديها قد ايه؟ بتديها في حدود ايه؟ وماتش عامل ازاي؟ وفرقه الخصم اللي قدامك عامله ايه؟ فدي حاجات كلها لازم تتحسب. ولكن انا بتكلم ان في شغل التكتيك كتير مرموش بيبقى شويه بيدخل اكتر في شغل التكتيك غير تريزيجيه تاخد منه احسن حاجه لو اديته مساحه حريه اكتر في شغل التكتيك، ما يبقاش ملتزم بحاجات معينه. لان الماتش الاخير كان بيرجع بيلعب في حته الدفاعيه كان بينزل فيها اكتر من جانب بيلعب 3-5-2 او 3-4-3 فلا بقى بينزل زياده، فمع ربع ساعه تريزيجيه مش موجود معاك. اوكي صح. فانت هتحطه فين وليه وواجباته ايه؟ ده مهم جدا تشتغل بيها، والواجبات لازم تديله حريه يعمل اللي هو عايزه. كانت تجربة يعني فيها بعض من المجازفة من كابتن حسام لما لعب 3-4-3، وهل تتوقع انه بعد كده حتى لما رجع في غينيا بيساو ولعب بطريقته اللي هي 4-3-3، هل تعتقد ان هو مش هيفكر ان هو يخاطر بالتجربة دي تاني او بالخطة دي تاني؟ لا لا خالص. ليه؟ ممكن تجرب عادي. بص هي الكورة كلها افكار. المهم ان انت يعني الشطارة ان انت فكرتك تركب مع لعيبتك. مظبوط. فكرتك طيب. تمشي مع لعيبتك. اعدل لك السؤال. هل ركبت مع اللعيبه اللي كان مختار كابتن ثلاثة حسام الطريقه دي؟ ثلاثه في المنتخب ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لنا. لامنت دفاعيا. هي فكره الثلاثه ايه اصلا؟ ان انت كده اكن انت بتدافع افضل. لا هي مش شرط. طيب. لو انت مد يعني لو انت بتشتغل اربعه وفي الطريقه الكره ناحيه اليمين، مين اللي بيطلع ومين اللي بينزل في نص الملعب؟ انت بتلعب بثلاثه برضه. هي الفكره في الواجبات اللي انت بتديها للعيب، سواء بتلعب ثلاثه او بتلعب باربعه. لو بتلعب ثلاثه ليها اصول، ولو بتلعب باربعه ليها اصول. لو انت اشتغلت باصول الطريقتين هتنجح وتبقى كويس. طيب. اسالك هنحتاج ايه امام كاب فيردي ان شاء الله في المباراه القادمه في استاد القاهره، لكن استاذنك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. خليكم معانا.
قبل أشهر كانت مواجهة مفاجأة بالنسبة لجمهور مصر لما واجهنا كاب فيرد وتعادلنا مع 2-2 في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية. بعد 6 أشهر بنواجهه من جديد ومواجهة رسمية أيضا لك هذه المرة في تصفيات الأمم الإفريقية. سؤال يا كابتن رضا، محتاجين إيه في هذه المباراة؟ أكيد الظروف مختلفة، أنت بتلعب على أرضك في استاد القاهرة، أعتقد إن أفكار حتى منتخب كاب فيردي من المباراة دي واحتياجه ليها هيكون مختلف. طبعا أنا بقول إن هو يعني فرقة منظمة جدا، عارفين بيقسموا اللقاء ازاي، بيعرفوا يلعبوا، لو انت مديهم مساحات في خط ظهرك هيعمل لك مشكلة، فانت محتاج طول الوقت يبقى مقفل المساحات بشكل كويس، الضغط يبقى ضغط جماعي على حسب التلت اللي هتضغط فيه او المكان اللي هتضغط فيه لازم يبقى منظم، يا اما تسيب له تلت وترجع عشان انت مش من مصلحتك خالص ان تسيب مساحات في خط ظهرك، لان هم عندهم الهجمات المرتده منظمه، عندهم سرعات كويسه، بيقدروا يلعبوا على الحاجات دي بشكل كويس، فانت مش محتاج تسيب مساحه ان هو يتحرك فيها ويضايقك. ده مهم جدا تبقى حاطه في حساباتك. انا من الناس دايما ببقى ضد فكره ان انا العب على الفرقه، انا بحب انا صاحب القرار. تمام. هو يدور على مشاكل اللي انا اقدر اعملها له، ولكن بنتكلم على الوضع الحالي اللي احنا فيه، بنقول ان احنا مش محتاجين نسيب لهم مساحات عشان هم عندهم حتة الأمنية بسرعة، عندهم سرعات كويسة، بيعرفوا يطلعوا، يعني ممكن تبقى هجماتهم قليلة ولكن منظمة. صحيح. فانت مش محتاج تسيب مساحة في خط الظهر. اتوقع برضو موضوع محمد عبد المنعم يعمل لك مشكلة لو ما جاش، فده لازم برضو يبقى في حل بعقلانية، انا معرفش ابعاده ايه، ولكن ده مهم جدا وجوده في اللقاء اللي زي ده مهم جدا جدا. بنسبة 90% زي ما كنت بقول في بداية الحلقة يا كابتن، مش هيكون موجود لان هو لسه هيوصل بكرة في وقت متأخر، فمش هيلعب غير تمرينة واحدة. ساعتها ممكن مين اللي يكون البديل او مين الثنائي اللي يلعب في قلب الدفاع او الثلاثي لو كابتن حسام بيفكر في ثلاثة تاني؟ اتوقع هيبقى حجازي ورامي. يعني بس انا عندي المشكلة ان الاتنين قريبين قوي من لعب بعض، وانا دايما بفضل ان دايما السرد باكين عكس بعض، لو حد عنده تقل شويه وعنده بيعرف يقطع وبيلعب بدماغه كويس وبيطلع عالي والجامبو والالتحامات قويه لازم التاني يبقى سريع. صحيح. انما لو الاثنين رتم واحد او قريبين من لعب بعض ما بتبقاش اظرف حاجه، عشان كده بقول لك وجود عبد المنعم مهم، عشان كده ان هو عبد المنعم بيلعب حاجتين مش حاجه واحده، بيلعب سرد باك وليبرو، بيغطي دايما في المساحات اللي في ظهر الباك ليفت او الباك رايت او السيرد باك اللي بيلعب جنبه، فده بيعملها بشكل كويس وعنده سرعه كويسه وبيعنده قرايات كويسه، فبيحل لك شويه مشاكل كده. ده مهم جدا ان هو يبقى متواجد. رمضان بيكهام ممكن ما يبقاش جنب مثلا حجازي او جنب مين؟ رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام، على طول من الخيارات الدفاعيه اللي اختارها كابتن حسام في القائمة. طبعا بس يعني عبد المنعم بقى عنده خبرات وتقل في المكان ده يطمنك. بيكهام لعب كويس جدا جدا جدا، وانا بشوفه من اللعيبه المظلومه في مصر، بس فتره لعبته في اللعب في المنتخب ما كانتش كبيره، فدي ممكن تبقى فيها بس جزء من الريسك، ولكن انا بشوفه لعيب كويس جدا، ياخد طبعا بشكل كويس ويفرق جدا مع المنتخب. طيب قبل ما انا اشوف مع حضرتك اختياراتك للتشكيل المتوقع من وجهه نظرك للمباراه، خليني اقول لك على بعض النقاط على الصعيد الهجومي بقى لمصر او الدفاعي لكاب فيردي، نقاط الضعف اللي تابعناها حتى في مباراه مصر وكاب فيردي كانت في كاس الامم الافريقيه. هم عندهم مشاكل دفاعيه كتير طبعا. منها ان هم يعني الارتداد عندهم بطيء، فانت تقدر في التحولات بتاعتك او لو التحولات السريعه بتاعتك تستغل الفرصه، شفناها حتى في هدف تريزيجيه الثاني اللي كان سجله، ما بيضغطوش اثناء التسديد، شفنا برضو امام عاشور ومصطفى محمد حتى لما سدد بالظبط كده على قوس ال 18. عندهم كمان يعني لعيبه الدفاع عندهم مش لعيبه كوره قوي، فانت لما بتعمل ضغط متقدم بتسبب لهم مشاكل، بتسبب لهم اخطاء، ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره وقت الضغط المتقدم. فمن النقاط اللي انا ذكرتها وبرده العرضيات، يعني كان في عرضيات برده بتلعب مصطفى محمد منها سجل طبعا هدف. فمن الاخطاء دي او من نقاط الضعف دي اللي انا كلمتك عنها يا كابتن، ازاي نتعامل بقى بالشكل الهجومي؟ يعني نستفيد من ايه علشان نقدر نواجههم في مباراه الجمعه؟ تمام. بس خلي بالك احنا بنقيم اللقاء ده، واللقاء ده ما لعبوش بالفرقه كامله. صحيح. فريدي كان فيه حوالي 5 أو 6 لعيبه، مش 7 أو 8 لعيبه كمان. صح كده؟ مظبوط. فاحنا ما اقدرش مش هقدر اقول ان ده هقدر اقول عليه ان انا اقدر ابني عليه المقياس بتاعنا. صحيح. لان المقياس هيبقى فيه برضو اللعيبه اكيد اللي بتلعب غير لما يبقى بالفرقه الاساسيه. بس هل انت متوقع ان هو هيهاجمك اساسا من البدايه؟
عشان يديك المساحات اللي انت عايزها؟ يعني الطبيعي انه لا، غالبا لا. فهو هيعمل ايه؟ في الزون بتاعه ويقف. لما تبقى واقف في الزون بتاعك الاخطاء بتقل، لان زحمه المنطقه دي مش هديك مساحه تشوط طبعا، مش هديك مساحه في العرضيات الى حد ما. هتبقى انت اللي يفتح اللقاء هو هدف. يبدا هو غصب عنه يعمل ايه؟ يبدا يهاجم، فيبقى في مساحات. صحيح، لكن هو كمان بيركز قوي على العمق الدفاعي طبعا، هيبقى في البدايه مقفل عشان يلعب على قوته هو، اللي هي المساحه اللي هتتخلق في الحته اللي ورا دي. انا عايز اشتغل عليها. فانا من مصلحتي ان انا هعمل ايه؟ هقف، وانت اللي هتبقى مستعجل. انت اللقاء على ارضك وتبقى عايز متحمس، فعشان ده ريسك. فعشان كده بقول اللقاء ده لازم يترتب. يترتب توقيتات. مفيش فرقه بتضغط 90 دقيقه طبعا، مفيش فرقه بتضغط 30 دقيقه ورا بعض كمان. صعب جدا. فانت هتاخد الدخله الاولانيه دي هتاخدها ربع ساعه. فلازم في وقت تروح راجع واخد نفس تاني عشان تبدا تاخد ريسك تاني. الحلول الهجوميه سريعا من وجهه نظرك؟ الحلول الهجوميه محمد صلاح طبعا وتريزيجيه، دي حلولك ومصطفى ثلاثه عندنا. اقصد الطريقه نفسها، الطريقه من اطراف، ضغط من انا بشوف ان صلاح ما يدخلش جوه اللعب خالص. أيه. ما يدخلش جوه الزحمه دي، لان هتبقى في زحمه كتير في الجزء ده. صلاح دايما يلعب وجهه نظري ان انت لو اشتغلت ان انت بتجمع لعب وبتلعب على صلاح عشان في الاخر تخلق واحد ضد واحد ضد واحد، ده لمصلحتك. او تريزيجيه نفس الكلام، التجميع ان انت تلعب مهم جدا في كوره زي دي، واحد على واحد. أيه. يحل لك. محمد صلاح عنده بقى خمسه ضد، ما عندوش مشكله، بس دايما البدايه لازم تبقى واحد ضد واحد. أيه. ان انا بجمع يكون من الطرف وهو بالظبط كده، خدها من بعيد، بلاش الزحمه. أيه. لان الزحمه في اوروبا غير الزحمه عندنا. مفهوم. الزحمه في الدوري الانجليزي طبعا غير الزحمه عندي. الزحمه في الدوري الانجليزي عندك 200 الف حل في تحركات لعيبه، والباص هيجي لك بالمسطره، ملعب، جوده لعيبه، عندك حاجات كتير قوي تقيس عليها. هنا الزحمه لا، مش هتلاقي مساحه ارض ولا مساحه لعب. الامور صعبه، فعشان كده خدها بره عشان تشتغل واحد على واحد، يبقى افضل ليك ولينا. يعني تشكيل متوقع اعتقد ما لا خلاف على الشناوي من وجهه نظرك. الشناوي رباعي خط الظهر برضو هيبقى محمد هاني، حجازي، ربيع طبعا لو لم يحضر عبد المنعم بالظبط، ومحمد حمدي. نخش على الثلاثه اللي في النص، مروان امام حمدي فتحي. مروان امام حمدي فتحي، وممكن كابتن حسام يقول لك هنا ممكن لعب زيزو، اتوقع برضو وارد، بس يعني انا بالنسبه لي دول الثلاثه الانسب. الثلاثه اللي قدام برضو نفس ال طيب، تريزيجيه ولا مرموش؟ لان دايما بيبقى عليها خلاف، ومرموش ايضا متالق بشكل كبير مع فرانك. تريزيجيه طبعا في البدايه. ليه؟ ليه مش مرموش؟ انا بحب رتمه الاولاني، بحب يعني تريزيجيه بيبقى عامل، خلي بالك بس الجزء الامامي ده هو اللي بيعمل لك رتم. تريزيجيه دايما عنده باور عالي، فبياخد الفرقه كلها في السكه دي، وده مهم جدا في البدايه. انا قلت برضو ان تريزيجيه ساعات كتير مش بيبقى في النسق او في النظام التكتيكي اللي انت بتحطه. لا بس مهم. مهم طبعا. يعني لا خلاف. انا فاهم اقصد لو انت عايز او مطبق حاجه معينه ممكن مرموش يبقى في النظام الناحيه الثانيه عند صلاح. بالزبط. ان شاء الله. يعني توقعاتك للمباراه؟ لا ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله هنكسب باذن الله. بدايه رضا، شرفتني ونورتني حبيبي. شكرا جزيلا واستمتعت بوجودي معاك. خليك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه. غدا باذن الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من برنامج تصفيات افريقيا 2025، وتصبحوا على خير.